أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: نسمع ونقرأ في هذه الأيام الكثير ممن يدعون إلى ما يسمى إلى حقوق المرأة، ويدعون إلى الاختلاط في الأسواق وقيادة السيارة وفي الملاعب الرياضية وغيرها. السؤال يا صاحب الفضيلة: ما واجبنا تجاه ذلك؟ نحن الغيورون عند الدين، وهل هؤلاء من الدعاة الذين على أبواب جهنم فنحذرهم؟ كما قلت قريبا، إن كان عندك علم في أخطاء هؤلاء فرد عليهم، عليك الرد عليهم على أفكارهم في خطب الجمعة، في المحاضرات، في المقالات اللي تكتب وتنشر، في المؤلفات إذا كان عندك استطاعة. أما إذا كان ما عندك علم فعليك أن تبلغ أهل العلم عما يقولون وما يلاحظ عليهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.